السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا جماعة بنسمع عن تجربة عكس حركة لموتور 3 فيز. النهاردة هناخد حتة صغيرة منها، اللي هي ازاي هنعرف نجرب توصيلة الانترلوك اللي هي ما بين الاتنين كونتاكتور اللي هما في النهاية بيخرجوا لموتور واحد. هنستخدم فيها اتنين كونتاكتور، بوش بوتون ستارت اتنين وبوش بوتون ستوب، ودي بنستخدمها في مواتير عكس الحركة. هنعرف ازاي نوصلها. جاهزين يا جماعة؟ يلا بينا نسمي ونبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. التجربة دي يا جماعة عشان نعملها لازم يبقى معانا اتنين كونتاكتور، ودي بنسميها دايرة الانترلوك، وده جزء من دايرة باور وكنترول خاصة بموتور عكس حركة. تمام، هنستخدم فيها اتنين بوش بوتون ستارت، ومعانا بوش بوتون ستوب، ومعانا اتنين كونتاكتور. الهدف من التوصيلة دي ان الاتنين دول ما يخشوش مع بعض في نفس التوقيت. لو ده كلوز لازم ده يبقى اوبن، والعكس، لان لو الاتنين دخلوا مع بعض الموتور مش عارف هيلف يمين ولا شمال. طيب هنشرح الاول الدايرة كهربيا بالرسمة اللي معانا اللي احنا شايفينها. طبعا احنا عندنا دايرة الكنترول بتبقى 220 على حسب الكونتاكتور اللي انا مشغله، ممكن اجيب الكويل بتاعه 24، ممكن اجيبه 110، على حسب دايرة الكنترول اللي عندي ايه. انا عندي هنا 220، عندي الاتنين كونتاكتور. بصوا يا جماعة عشان كلنا بنشوف الرسم، انا هنا جايب لك الرسمة والطبيعة. الكونتاكتور اللي هو كي واحد وكي اتنين، كي واحد وكي اتنين معانا، تمام. وعندي هنا ديت النقطة اللي احنا عايزينها، نقطة من كي اتنين حطيتها في سكة كي واحد، عشان انا معرفش ادي لده ستارت الا لما ده يأذلي، تمام. وبعد كده معانا البوش بوتون ستارت وبوش بوتون ستارت، يبقى معانا اتنين ستارت والنقطة بتاعت الانترلوك والاتنين كونتاكتور وبوش بوتون واحد ستوب. وفي حالة ده لما بتبقى شغالة الموتور ببدأ احط لها اوفرلود. تمام، يلا بينا نشوف الكلام ده على الطبيعة. طيب هنشغل اول دلوقتي، وهنبدأ ندي لأول واحد ستارت. تمام، اول واحد ستارت زي ما احنا شايفين ان الكونتاكتور ده لقط معايا، تمام كده. هنبدأ ندي للتاني ستوب، اهو اديته هو ستوب، هدي لده ستارت، ده لقط معايا، حاجة ادي ستارت للتاني، ده كده استحالة يخش معايا في الدايرة طالما ده ما اذلوش. طيب يا عم التوصيلة دي بتقول ايه بقى؟ واحدة واحدة كده مع بعض. انا عندي دايرة الكنترول زي ما احنا ما اتفقنا جاي 220، تمام. هاخد الكونتاكتور ده عشان يلقط معايا لازم له ايه، واحد وايه اتنين، تمام. طيب انا هجيب فردة الكهرباء اللي هي البيضة اللي عندي ديت، هبدأ ادخلها على الاي واحد بتاع الكونتاكتور ده. حلو الكلام. طيب اصبح عندي بعد كده عايز اخد الطرف الثاني اللي هو الكهرباء، هبدأ ادخله على البوش بوتون اللي هو بالنسبة لي ايه، ستوب، تمام. هبدأ ادخله هنا بالنسبة لي على البوش بوتون ستوب. طيب وهبدأ تمام، يبقى طرف الكهرباء الثاني لازم ادخله على بوش بوتون الستوب عشان ياخد اوردر ستوب، سواء للكونتاكتور الاولاني او للكونتاكتور الثاني، تمام. وبعد كده هبدا اخد الكهرباء من الستوب ديت اجي مدخلها على سكه الستارت زي ما انا شايف. يبقى انا طلعت من الستوب جبت الكهرباء، طرف الكهرباء من الستوب، وبعد كده دخلت على الستارت، تمام، وطلعت من الستارت هنا على نقطه نورمالي كلوز زي ما احنا شايفين، تمام. دي هنا نورمالي كلوز، يعني في حاله لما الكونتاكتور ده يلقط كده لتحت الكلوز ديت بتبقى اوبن،
تمام. لما هي تبقى اوبن تبقى قطعالي السكه على الكونتاكتور الثاني. فاهمينها كده يا جماعه؟ خلاص. وطلعت منه رحت على الايه اتنين تاني، عشان هي دي نفس النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس. انا هاخد الكهرباء، افهم معايا، هاخد الكهرباء طرف النيوترال احطه على كي 2، احطه على اي 2 بتاع الكونتاكتور، تمام كده. انا جبت طرف كهرباء من بره اهو حطيته على الاي 2، هبدا اخد الطرف الثاني ادخله على الستوب، لان ده اول حاجه انا عايزها تفصل لي الكهرباء، تمام. بعد كده هطلع من الستوب على الستارت. الستارت لما انا ادوس عليه ستارت هيعدي لي الكهرباء واروح بها على النقطه بتاعه الابزور اللي كونتاكت، تمام، اللي هي بتبقى نورمالي كلوز، تمام. وبعد كده اطلع من نورمالي كلوز اروح على الاي 2 بتاع الكونتاكتور، هي نفس الرسمه اللي احنا لسه متكلمين عليها، ونفس الفكره بتبقى في الكيت الثانيه عشان ما نعيدش الكلام. يبقى ده استحاله الاثنين يخشوا لي مع بعض. هنرفع باور كده ونجرب تاني، طبعا زي ما احنا ما اتفقنا ده الستوب، تمام. ده الستارت بتاع اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي، اللي هي الكهرباء جت كده دخلت على الستارت وبعدين على الاكزوري كونتاكت وبعدين طلعت راحت على الكي التانيه. هدوس اهو، انا كده اديت ستارت لده. دي نورمال كلوز معديه معايا اهي، دي نورمال كلوز، فبالتالي معديه معايا. امتى تقلب اوبن؟ لو ده فتح معايا. هي دي يا جماعه التكه اللي انا عايزك تفهمها في الموضوع كله. يعني النقطه اللي انا واخدها من على الكونتاكتور ده نورمالي كلوز، هي طبيعي دلوقتي معديه. طب ده لو قفل معايا ايه اللي هيحصل؟ الابيض، الجزء الابيض الميكانيكي ده هينزل لتحت، دي هتفتح معايا السكه، يقوم يفتح ده معايا. هنبدا ندي ستوب لده. خلاص يا جماعه عرفنا، هي ديت التكه اللي انا عايزك تعرفها في الانترلوك المخصوصة بعكس حركة بتاعت موتور أو أي انترلوك كهرباء أنا عايزه. مش عايز أدخل كهرباء على كهرباء، عشان لو في كهرباء بتاعت ديزل مثلا وكهرباء بتاعت مين، انترلوك بتبقى شبيهة بنفس المنطق اللي احنا متكلمين عليه. يا رب تكون فهمتوا حاجة من الفيديو ده، فهمناه مع بعض. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.